تباينت آراء عدد من السياسيين والمحللين من موقف مجلس التعاون الخليجي من التطورات اليمنية. فالأول وصفه بالإيجابي، لكن مؤيدين لأنصار الله اعتبروه موقفا سلبيا ولم يكن متوقعا من دول المجلس. نتابع. تتوالى المواقف الدولية والإقليمية إزاء التطورات في اليمن. بالأمس كان مجلس التعاون الخليجي قد أصدر بيانا اعتبر من خلاله الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه من قبل جماعة أنصار الله انقلابا واضحا على العملية السياسية، وهذا الموقف يقول عنه مراقبون السياسيون إنه إيجابيا بامتياز. موقف دول الخليج كان موقفا قويا ومهما وضروريا، لكنه يتطلب وجود إجراءات وخطوات أخرى لمتابعة المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف قوي من قبل مجلس الأمن، يعتبر ما حدث انقلاب على الشرعية، ويطالب أو يلزم جماعة الحوثي بإعادة الدولة إلى الشعب. المراقبون والمحللون السياسيون أشاروا أيضا إلى أنه من المتوقع أن يلي هذا الموقف الخليجي مواقف أخرى ستكون أكثر حزما، ويتم الإشارة في هذا الجانب إلى توقف الدعم الاقتصادي من قبل الأشقاء، والذي بحد ذاته سيمثل ورقة ضغط كبيرة. بيان الخليج بالأمس كان واضح وقوي جدا، وهو من أقوى البيانات التي صدرت بالشأن اليمني. وصف ما حصل بالانقلاب، وفي اعتقادي أنه أشار إلى أنه سيكون هناك خطوات لاحقة لهذا البيان، ما يعني أن هناك ستكون هناك عقوبات اقتصادية بوقف المساعدات والمنح، مما يعني أننا مقدمون على انهيار اقتصادي. لن يستطيع الحوثي أن ينفرد بإدارة الشأن اليمني أو أن يسير شؤون البلاد لوحده. في المقابل أنصار الله وحتى اللحظة ما زالوا متمسكين بشرعية الإعلان الدستوري كما يبدو، وفي حين يجري الحديث عن موقف مؤقت للحوار في موفنبيك بين القوى السياسية، يعتبر أنصار الله وبعض المؤيدين لهم إن الموقف الخليجي كان سلبيا وليس بالإيجابي. الموقف اللي صدر منهم أمس كان صدمة للشعب لليمن والمواطن اليمني، انه كان له عوال على الدور كبير، لان تفاجئنا بهذا الدور السلبي باي حق يعني يعتبره انقلاب، بينما في تواقفت في عليه بعض الاحزاب وبركه بعض الاحزاب، بل وعلى العكس خرج اليه كثير من المواطنين اليمنيين يناشدون بتغيير الحقيقي، اقول الحقيقي وليس الديكور كديكور لا. بتوقف الحوار بين القوى السياسيه وبالفراغ الدبلوماسي والمواقف الغربيه والخليجيه وتمسك الحوثيين بالاعلان الدستوري، يبدو مصير البلاد غامضا ومتوترا بشكل متزايد، والمصير النهائي ومسؤوليته التاريخية كما يشير العالم يقع على عاتق القوى السياسية في البلاد التي يجب أن تحكم العقل والمنطق وأن تتنازل عن المكابرة التي قد تقود البلاد نحو الهاوية.